كنت مجد مزيان، ولكن نهار الامتحان فشلت ما دوزتش مزيان. واش مشيت فيها؟ واش ضاع ليا العام؟ ملي كنهضروا على امتحان او اختبار فهنا كاينين جوج الاحتمالات، سواء تنجح فيه او ما تنجحش فيه. الا نجحتي فداك الشيء اللي بغينا ومسيره موفقه ليك ان شاء الله، ولكن الا ما نجحتيش واش تقولبتي؟ نو جامي. اون فا ديكوفرير. الحياة كاملة امتحانات، وانت دابا كتفرج في هذا الفيديو هذا حتى هو امتحان وعليه التنقير. واش كتفرج في شي حاجة مزيانة ولا كتفرج في شي حاجة مسيئة ولا غادي تاخد عليها موان نقطة سلبية؟ غير هو امتحان الدنيا اللي تندوزو ولفناه وطلقنا معه، وما كتفكرش في كل مرة انك راك كدوز امتحان. ولكن امتحان القراية فكتكون داخل ليه مضغوط ومخلوع. الا ما تدوزت مزيان واخا انت راك وجدتي مزيان وما كنتيش جالس وضاربه بالنعسة، واي انسان فهو ماشي معدوم من الخطأ. ولو نجيب الامتحان كامل غلط واخا ضربت تمارة قبال وتكفست ووجدت، ولكن نهار الامتحان ما توفقت بغض النظر على الامتحان واش كان صعيب ولا سهل، ما قدرتش نجاوب صحيح عادي جدا، وهذا راجع لاسباب، اما مشى ليا التركيز او نيرفاني البروف تيبقى واقف حدايا ومره مره تيشوف ليا ورقتي، او داكشي اللي تحط ما كنتش موجدو مزيان، او منعستش مزيان ليله الامتحان، او جيت معطل الامتحان، او كان الامتحان صعيب، او لاسباب اخرى غير معروفه. مثلا غادي يجي واحد ويقول لك ما عرفتش شنو وقع ليا نهار ليكزام. فلي غادي نقول لكم الامتحان الصعيب واللي تيكون غير مره واحده وما عندكش الحق في فرصه اخرى هي ملي وقف عليك صاحب الثوب الابيض، هذيك هي اكبر شمته في الحياه واللي كتبغي ستريس والندم، ورغم هذا الندم فما غادي ينفع في والو. اما الامتحان في القرايه ديالي درت مجهود وخدمت ووجدت ليه مزيان، ولكن نهار ليكزام فشلت، واش غادي نخرج برا ونهز يدي الفوق صافي ضاع ليا العام صافي مشيت فيها؟ مرض. هادشي غادي تحس به ملي يلا تخرج من لاصال اولونفي، وي هو عادي جدا، ولكن باش يبقى معايا ونعس به ونهار الثاني نبقى نفكر فيه هادي نو. فالحياه كامله تجارب وفرص، وكل ما كانوش هاد الفرص علاش غادي نديرو غاتخاباج؟ غير جاوا وقالوا غادي نديرو امتحان نورمال وواحد سميتو غاتخاباج، فحيت هاد الشيء ما تيوقعش لواحد ولا جوج. اذا انت او انتي الا جيتو نهار ليكزام وما جاوبتوش مزيان او وقع لكم شي شوك وتبلوكيتو وما توفقتوش، فراه ماشي بوحديتكم وعادي جدا. ولا قلت لكم الاغلبيه ديال الناس اللي واصلين في العالم دي مليونير اي دي ملياردير فشلوا في حياتهم بزاف المرات، والفشل فهو ماشي عيب، فهو تيقويك وتيعطيك واحد التجربه كبيره. فمازال لكم ان شاء الله فرصه اخرى واللي غادي نتعوضوا فيها، وما عليكم دابا نتوما الا تركزوا على اللي جاي وما تبقاش تلوم راسك علاش وقع لي هادشي في النورمال. اللي غادي دير هو حاول تستافد من داكشي اللي وقع لك، تخلعتي ولا تبلوكيتي ولا ما كنتيش موجد مزيان، ها انت دابا خديت التجربه، والمره الجايه ان شاء الله غادي تدخل بكامل القوى ديالك، وحتى حاجه ما غادي توقف لك في الطريق باش ما تجاوبش مزيان. وحاجه اخرى اللي تيقول لك راه راطراباج تيكون صعيب وقليل اللي تيفاليدي فيه، فاون سي جامي. فالاغلبيه ديال راطراباج اللي دوزت في الدراسات الجامعيه ديالي كانوا فيهم نقاط احسن من كون غير يفاليديو ليا في الاول. فهادشي ماشي باش نشجعكم ونقول لكم خليو كلشي راطراباج، نو تنقول لك القدر ديال الله سبحانه وتعالى ملي تيبغي يفوض لك الخير ديالو، وانت كيسحب لك راه داكشي اللي وقع لك مصيبه كبرى وكتدخل في واحد الحاله نفسيه خايبه مع نفسك، ولكن هي راه نو حتى مع العسر تيكون اليسر، وما تيسد الله باب حتى كيحل بيبان. يعني انت الا بان لك الباب ديال الفاليداسيون راه تسد، هو راه العكس، ماشي الباب ديال الفاليداسيون اللي تسد، فتحلوا لك بيبان اخرين واللي هما يمكن لك تفاليدي بالمونسيون ان شاء الله. جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد النقاط ولي تريك اللي عطيتكم اليوم، وتوجور الدور ديال هاد القناه هو نكوريجيو المعتقدات السلبيه السائده في العقل الطلبه ديالنا، وان شاء الله تكونوا ديما بوزيتيف ولي ميور. الناس اللي ما تفوقوش في النورمال وغادي يدوزوا الغاتخاباج، الا ما تفوقوش في النورمال وجاكم غاتخاباج، جو سويت ان بون كوراج ان شاء الله. سي يو نيكست تايم.